تركين بامان والله ما حسينا بجي ثلاث طيار اربع طيارات وضربت على الكلاسة قنابل عدوية وقتت بجي اثنين ثلاثة وشهداء واصابات اكثر من 10 15 واحد كله القتلة بالعراضية ايش فيهم ايش في بالكلاسة لا ارهابيين ولا شيء ايش نحن ارهابيين ايش فيهم كلها عمال منطقة صناعية عم تشتغل أنا مواطن محمد حمدو من سكان حلب حي الشيخ السعيد. الآن أنا ساكن في الجبهة. المكان اللي ساكن فيه أنا بيظل أأمن من الأحياء اللي داخل البلد. وطبعاً وقت اللي بيصير شيء في اقتحامات مثلاً أو بيصير مناشرات هاي في بعض الشباب خبرنا إنه مثلاً في اقتحام في كذا. فيعني ممكن بساعد الشباب. من مي من شغلات بأزر الشباب طبعا نحن ما اخترنا انه نكون سكان الجبهة لا نحن بيتنا بالاصل انه نحن في بيتنا في هالمنطقة هاي بالجبهة ونحن يعني مستحيل نترك بيتنا لو مهما كلف الامر في عندي هون مثل ما يكون شايفين زيرة شوية خضرة كاعتماد ذاتي يعني زيرة مثلا كم شتة باذنجان شوية بندورة فاصولية فليفلة كوسة خيار طبعا هدول مستلزمات البيت يعني بيخفوا عنا المصروف بيشيلوا عنا عبء كبير انا يعني بس اسف الشباب اللي طلعت برات البلد بودي نرجع الشباب ضمن البلد لاني عمال بيجي احنا يعني الانسان يعني تركوا هالبلد هي وتركوا هالوطن وتركوا بيوتهم وطلعوا برات البلد يا اخي العمر الله كتبه العمر مكتوب ورزق مقسوم هالبلد هي نحن بلدنا هذا وطننا وطننا غالي علينا المرأة طبعا المرأة ليست فقط الزوجة المرأة هي الأم هي الأخت هي الزوجة هي المربية هي المعلمة
عقدنا هالجلسة اليوم بين المنظمات المجتمع المدني والتجمعات المدنية للرجال وبين التجمعات النسائية عن تضافر الجهود بين الاثنين لإيجاد آلية وحلول لتمكين المرأة من مواقع اتخاذ القرار وتمكينها في العمل المؤسساتي وتمكينها في المجالس المحلية. احيازه للشعب فبيجي المجتمع بيظلمون، ما عم بصدق انه هن بريئات، ما حدا مسهم، يعني مظلوميتين فوق بعض. بين لنا من خلال الاراء ما شاء الله الشباب المجتمعين والاخوات انه موضوع انه جهل الطرفين سواء الرجل او المراه هو السبب اللي بيؤدي بالنهايه للعنف واحيانا طلاقات واحيانا مثلا الخلافات الكبيره بتصير وهدم الاسر. نبات البطيخ نبات شره بالماء، يعني معروف في شراهته بالماء بس بيحتاج لكميات كبيرة ماء. السنة ما بنقدر نحن نعطيه مثلا 5 ساعات 4 ساعات، ما بنعطيه النص. السنة الماضية أفضل، يعني السنة الماضية مطر وخير الأرض، السنة جفاف وساعات السقي بتكون أكثر وأعلى وما بينتج، ما بيعطي إنتاج مثل السنة الماضية. السنة السابقة بيكون فيها مطر وبيكون فيه خير. يعني السنة الماضية من 6 طن 12 طن 11 طن للدلم الواحد، أما السنة بتراوح بين 5 طن 6 طن 7، يعني بيع المراحل هاي. الدلم بكلف 450 دولار 400-450، للي بده ينزل بضاعات جديدة يعني بيكون بواصل ل 600 دولار، يعني بالسورة بيعدي 300 ألف، 310 200 بين 250 ل 310 ألف، هاي التكلفة. ويعني تكلفة غالية على المزارع العادي.